أمام هذا الشوط ويحمل شعارات أصحاب السمو والشيوخ المشاركين في رياضة الهجنة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد، في هذه الانطلاقة بمهرجان المرموم لعام 2015. الشوط الحادي عشر ينطلق. الله، شوط اللقاية الأبكار، شوط اللقاية في انطلاقتها الموفقة والمسيرة مع المركز الأول. مقدمة الشوط العين، العين مع المركز الأول في هذه اللحظات، وهذا التواجد الرائع في انطلاقتها واندفاعتها مع المركز الأول. العين مع المركز الأول اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتابعها بعملية التضمير والمتابعة نقلتنا، لكن هناك تغير على المركز الأول في هذه اللحظات. شعار هجن الشحانية المتواجد بانطلاقته مع المركز الأول، هناك صفطان، صفطان مع المركز الأول لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، ولكن أيضا يصلنا تغيير. الله، هي الوثبة، الوثبة لهجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصور يتابعها على المقدمة والصدارة. المركز الثالث، المركز الثالث أرى في هذه اللحظات الشاهينية لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مطر الخيلي مع المركز الثالث. المركز الرابع، الله، هي دمعة، دمعة، دمعة مع المركز الرابع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابعها بعملية التضمير. المركز الخامس، المركز الخامس وبرة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان وعيسى بن سعيد الخيل يتابعها مع المركز الخامس. المركز السادس، شعار هجن العاصفة الحاضر مع دفرة، دفرة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابعها في عملية التضمير. المركز الثامن، المركز الثامن شعار هجن الرياسة مع ملامح، وهناك عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيل يتابعها مع المركز الثامن في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة. هذه الانطلاقة، المركز التاسع شعار هجن العاصفة يحضر في أدائه المتميز مع انطلاقتي واندفاعي جبارة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابعها بعملية التضمير. وعاشرا في انطلاقة الشكلة لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيل. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا العشر، المراكز الأولى. نداؤنا الأول لهذه الشعارات المتواجدة، الشعارات العملاقة المشاركة في مساء هذا اليوم في مساء المرموم. يا سلام، يا سلام، المقدمة، المقدمة هو المركز الأول. يا سلام، الوثبة، الوثبة بانطلاقتها وأدائها، عانية من ميدان الوثبة، عانية من ميدان الوثبة للمشاركة في هذه الانطلاقة. شعار هجن الرياسة الحاضر مع انطلاقة الوثبة على مقدمة الشوط، وراشد بن محمد بالسم المنصور المستحيل الذي لا يعرف المستحيل في أدائه المتميز، لكن ينخطف المركز الأول، ينخطف من صفطان على المركز الأول لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية المشاغب أيضا يشارك في انطلاقتي واندفاع صفطان على المركز الأول، لكن أرى في هذه اللحظات الله العاصفة، العاصفة تحضر مشاهدين الكرام مع المركز الثاني. هناك دمعة، الله، يا دمعة، دمعة انطلقت مباشرة مع المقدمة، وهذا الاسم، هذا الاسم المتميز الذي صال وجال أيضا في جميع الميادين ويشهد له أيضا ند الشبه. هذا الاسم المتميز، الله، يا دمعة، دمعة مع المقدمة، دمعة مع الصدارة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الواثق بتضميره يتابع هذا الشعار المتميز في انطلاقة دمعة اللي على المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني دفرة، دفرة مع جبار لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابع أيضا دفرة ويتابع جبارة ويتابع دمعة، الثلاث المراكز الأولى في هذا الموقع المتميز. لكن أرى مع المركز الرابع هناك شعار هجن الرياسة الحاضر مع عنيدة، وهناك علي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير.
المركز الخامس شعار ايضا يصل شعار الرئاسة مع انطلاقتي واندفاعي ملامح لهجر الرئاسة عيسى بن احمد المطر بن مايد الخيالي لكن عود الله يا دمعة الله يا دمعة انطلقت دمعة حاضرة دمعة بأدائه المتميز الجميل المسائي سلام يا العاصفة سلام لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز دمعة في المركز الأول في هذه الانطلاقة المسائية انطلقت دمعة بأمال هذا الشعار المحقق لهذا الإنجاز المتميز انطلاقتي دمعة إلى خط النهاية لكن أرى المرافقة لدمعة تصل جبارة أيضا بشعار هجن العاصفة الحاضرة الحاضرة في هذا المساء الله يا دمعة انطلقت دمعة بأداء دمعة وتميز دمعة على المركز الأول تهانينا لهجن العاصفة على فوز دمعة في المركز الأول مضمرها حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني جبارة لهجن العاصفة المركز الثالث لهجن الرياس المركز الرابع لهجن الشحاني المركز الخامس لهجن العاصفة إذا تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا لهجن العاصفة على فوز دمعة في المركز الأول وحصولها على ناموس هذا الشوط وتوقيتها الزمني لحظة وصولها 7:38 7 أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة على فوز دمعة في المركز الأول المركز الثاني توقيتها الزمني 7:38 7 أجزاء من الثانية وصول دمعة وحصولها على المركز الأول في هذا الشوط تهانينا وألف مبروك لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير متابعها بعملية التضمير المركز الثاني وكان من نصيبي جبارة قطعت المسافة 7:40 7 أجزاء من الثاني تهانينا لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير متابعها أيضا في عملية التضمير المركز الثالث وكان أيضا لحظات وصول صاحبة المركز الثالث في هذا انطلاقة شوط الحادي عشر بالفعل ننتظر صاحبة المركز الثالث المركز الثالث لهجن الرياسة قطعت المسافة 7:41 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس